شاركت قوة دفاع البحرين ممثلة بالفريق العسكري للقفز الحر بالمظلات والفرقة الموسيقية العسكرية ومجموعة من الخيال العسكرية ضمن مشاركة الشؤون العسكرية بجناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فعاليات معرض إكسبو دبي 2020. أدعم ذلك من خلال العرض الذي قدمه كل من الفريق العسكري للقفز الحر بالمظلات والفرقة الموسيقية العسكرية البحرينية في ساحة حديقة الفرسان، حيث عزفت عددا من المقطوعات الموسيقية العسكرية والشعبية والعالمية، وشكل المظليين لوحات فنية من خلال عروضهم المظلية والتي لاقت إعجاب واستحسان الجمهور. كما قدمت الفرقة الموسيقية العسكرية لقوة الدفاع البحرين خلال المسير داخل المعرض ترافقها مجموعة الخيال العسكرية البحرينية عرضا شيقا اتسم بالاحترافية والمهنية، حيث شكلت الفرقة الموسيقية العسكرية ومجموعة الخيال العسكرية في معرض إكسبو دبي 2020 لوحة فنية متناغمة حازت على إعجاب ورضا الجمهور.